السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حيكون الموضوع عن الثيرويد جلاند اللي هو الغدة الترقية وهرموناتها. بالنسبة للغدة الترقية تعتبر هي من أكبر الغدد الصماء الموجودة في الجسم وتشكل وزنها عبارة عن 20 جرام، إلا أنه حجم غدة الثيرويد تختلف باختلاف العمر، فكلما زاد العمر زاد حجم الثيرويد جلاند، بالإضافة لأنها تتأثر بالجنس، فنجد أن النساء عندها حجم للغدة الدرقية أكثر من الرجال، وأيضا تتأثر حجم الغدة الدرقية بالحالة الفسيولوجية كالبريجنانسي واللاكتيشن هو الحمل الرضاعة. أين تقع الغدة الدرقية؟ تقع الغدة الدرقية في النك، في الرقبة، تحت اللي هو تحت الحنجرة، وأيضا توجد على جانبي الحنجرة، تحت الحنجرة على جانبيها، أيضا توجد أمام التراكيا، أمام القصبة الهوائية. الآن هي عندنا اللارينكس، توجد الغدة الدرقية على جانبيها، تقع أمام اللي هو التراكيا القصبة الهوائية، تمام؟ نلاحظ إنه هي يوجد على موجود على اليمين واليسار، وأيضا غنية بالتروية الدموية. الثيرويد جلاند غنية بالأوعية الدموية. بالنسبة لهاي الغدة نشأت من عملية انبعاج في أرضية الفارنكس اللي هو البلعوم أثناء تطور الجنين، نشأت بهذه الآلية. تتكون الثيرويد من تو لوبس، رايت وليفت، يمين ويسار زي ما احنا شايفين في الصورة، إلا إنهم هذول اللوبس أو هذه الفصوص تتصل ببرزخ بينهما سمينا إسثمس، عبارة عن تشو امتداد أو باند من التشو سمينا إسثمس، تمام؟ الغدة الدرقية هي في الوضع الطبيعي لا يمكن إن إحنا نحسها أو نشوفها على العنق إلا أثناء اللي هو البلع، إلا أثناء البلع، وهذا لما الطبيب بيجي بشك إنه في مشكلة في الغدة الدرقية بحط بيبدأ يعمل الفيزيكال إكزامينيشن اللي هو الفحص الفيزيائي، بيطلب من المريض إنه يبدأ يبلع عشان يحسها هل هناك انتفاخ فيها ولا لا. الثيرويد جلاند تتكون من وحدة وظيفية تسمى الفوليكل. هذا الفوليكل هو عبارة عن المنظر اللي احنا شايفينه هنا. الفوليكل هذا يتكون من فولوكيولار سيل وكولويد. حنشوف مما تتكون الوحدة الوظيفية للثيرويد. الآن المالتيبل فوليكل أو ما يسمى بالأسيناي هي الوحدة الوظيفية للثيرويد. طبعا احنا نتكلم عن الايوثيرويد اللي هو النورمال ثيرويد، الاستراكشر الطبيعي للغدة الدرقية. هي تتكون من الوحدة الوظيفية اللي نسميها الفوليكل أو تسمى أسيناي، ويوجد آلاف منها في الغدة الدرقية. كل فوليكل هي بتاخد شكل كروي زي ما احنا شايفين عندنا. الفوليكولر وول أو جدار الفوليكل يتكون من طبقة أحادية من خلايا كوبوديال إبيثيليال سيل، هي خلايا مكعبة طلائية. هي الخلية بتفرز ما محتوياتها إلى داخل الفوليكل اللي هو في منطقة تسمى الكولويد، إلى الداخل، تمام؟ الآن كل فوليكل مليانة من الداخل جيلاتين السبستانس أو بروتين السبستانس أو جليكوبروتين، عبارة عن مواد بروتين مع سكريات تفرز إلى داخل الفوليكل تسمى كولويد. الآن لما الخلية أو الغدة تكون inactive نجد إنه الكولويد بيكون مليان، بمعنى إنه لو أنا أصبغ الخلايا هاي بلاقيها ماخذة اللون الوردي بشكل كبير جدا، هذا دليل على إنه الخلية غير نشطة أو الغدة غير نشطة. أيضا نجد أن الفوليكل حجمها كبير والخلايا تبعتها بتكون مفلطحة، لكن في حالة أن الخلية تكون أكتف أو الغدة الدرقية تكون أكتف نجد أن الفوليكل حجمه صغير، بتكون حجمها صغير، والخلايا اللي بتشكلها طبقة الواحدة بتكون مبينة أنها عمودية أو مكعبة، ونجد انه الكولويد بتكون كميته بسيطة، تمام؟ وهذا بتكون متفرقة، بتكون عددها بتكون الفوليكل مبينة انها بتكون اللي هو
reabsorption leucine اللي هي عبارة عن فجوات للأبزوربشن بتكون متفرقة وصغيرة. إذا لو تكلمنا عن خلية الوحدة الوظيفية للثيرويد هي الفوليكل، نجدها إنها تتكون من بيسمت ميمبران اللي هو الميمبران بتتجلس عليه الخلايا، وهي الخلايا عبارة عن خلايا طلائية مكعبة. خلايا طلائية المكعبة قمة الخلايا إلى الداخل، وهي الخلايا لها اللي هو مايكروفيلاي اللي عبارة عن أهداب موجودة إلى داخل الفلوكل. الآن المنطقة الموجودة في المنتصف هي منطقة غنية بجلايكوبروتين، وهي نسميها المواد هذه كلها، تمام؟ وفي منها خلية موجودة ممتدة عند الفوليكل، لكن هي ليست لها علاقة بالفوليكل، هي منفصلة عن الفوليكل، تسمى ثيرويد سي سيل أو بنسميها بارا سيل، هنحكي عنها. أيضا نجد أنه هناك أوعية دموية، هاي الأوعية الدموية هي اللي بتاخد إفرازات الخلايا إلى إفرازات الوحدة الوظيفية أو إفرازات الغدة الدرقية إلى مجرى الدم ومنها إلى باقي أنحاء الجسم، فهي غنية بالتروية الدموية. إذا زي ما حكينا إنه كل فوليكل بيكون محاط بتروية دموية جيدة وغنية. الثيرويد سيل ترتكز على بيسمنت ميمبرين، وهذا البيسمنت ميمبرين بكون قريب من أوعية دموية. الاندوثيليال سيلز اللي بتتكون منها هي عبارة عن فوليكل سيلز زي ما حكينا، بتكون ترتص جنب بعضها البعض بحيث انه يبقى بينها فجوات، والفجوات هذه بيكون اللي هو ترتكز على اللي هو جدار الأوعية الدموية. هذا بيبين لنا انه كل فوليكل لها تروية دموية غنية وكأنها مستقلة بذاتها. ايضا نجد انه راس الخلايا في لها خلايا اللي هي الابيثيليال سيل اللي قلنا عنها كوبوديال سيل، لها مايكروفيلاي بروجكشنز او بروز او اهداب موجوده، هذه بتكون قريبه من الكولويد، قمه الخليه الى الداخل، وقاعده الخليه مرتكزه على البيسمنت ميمبرين، تمام. وايضا في اللي هو كانالكولرز اكستندد انتو ذم، في عندها قنوات ممتده منها. ايضا نجد انه الخليه الفوليكل بشكل عام غنيه بالاندوبلازميك ريتيكولوم، وايضا غنيه بالسكريتوري دروبلت اللي هي غنيه بالدروبلت اللي فيها مخزنه الثيروغلوبولين، هو اساس تكوين هرمونات الغده الدرقيه. المنطقة الثانية هي المنطقة المنتصف اللي حكينا، عبارة عن تتكون من مواد جيلاتينية، هاي المواد عبارة عن جلايكو بروتين، يعني بروتين مرتبط بالكربوهيدرات، وهذه المواد غني بالثيروغلوبولين. إذا الثيروغلوبولين موجود على هيئة الدروبلت داخل الكولويد، تمام، وهو أساس تكوين هرمونات الغدة الدرقية. أما السيسل أو الثيرويد سيسل هي البارافولوكولار، بارافولوكولار لأنها موجودة خارجها، هي سفيريكال كروية، بتكون ليست لها علاقة بالكولويد إطلاقا أو بالكيوبوديال سيل، وهي الخلية هذه بحد ذاتها تعتبر جزء مفرزة لهرمون مختلف، فهي بتفرز الكالسيتونين، وهذا الهرمون هو المسؤول عن عملية توازن أو الحفاظ على معدل الكالسيوم في الجسم. هذا بوصلنا إلى أنه عنا إفرازات لهرمونات الغدة الدرقية، عنا أكثر هرمونين مهمين يفرزوا من الفوليكل هما الثيروكسين أو التترو أيودو ثيرونين من سمي T4، تراي أيودو ثيروني T3، إذا لاختصارهم نقول T4 و T3 يفرزوا من الفوليكلر سيل ويخزنوا داخل الثيرويد جلان لمدة من شهرين إلى ثلاث أشهر. أيضا هاي الهرمونات لها تأثير فعال وتأثير ملحوظ على زيادة معدل الميتابوليزم في الجسم. أما الهرمون الآخر هو الكالسيتونين الذي يفرز من البارافولوكولار سيل، وهو زي ما حكينا سابقا مهم جدا في الحفاظ على معدل الكالسيوم وعمليات الميتابوليزم الخاصة فيه.
بالنسبة للتركيبة الكيميائية لهذه الهرمونات التي 4 والتي 3 تتميز بأنها تتكون من حلقتين من البنزين، إلا أنهم بيختلفوا بعدد ذرات اليود. التي 3 تتكون أو تحتوي على 3 ذرات يود، بينما التي 4 4 ذرات يود، لكن هم الاثنين بيحتوي على كربوكسايل جروب و NH2 اللي هو أمين جروب، وهي يشبه الأمينو أسيد. تمام؟ كمية الثيروكسين التي 4 اللي بتفرز في الجسم 93% من إفرازات هرمونات الغدة الدرقية هي تي 4، بينما 7% هي تي 3. غالبية التي 4 الذي يفرز بيتم تحويله داخل الأنسجة إلى تي 3، بمعنى أنه تي 4 بينقل في مجرى الدم عن طريق بروتين كما ذكرنا سابقا، ويصل إلى التارجت سيل، يدخل إلى الخلية المستهدفة، وبعد ذلك يتحول إلى T4 وريفرس T4. T4 يتحول إلى T3 وريفرس T3. T4 بتحول إلى T3 اللي هو الصورة النشطة، أما الريفرس T3 فهو الانأكتيف، هو الصورة الغير نشطة من T3. إذن T3 هو أكثر نشاط من T4. وجدوا إنه نشاط T3 أكثر 4 مرات من نشاط T4 داخل الأنسجة، لكن T3 بيكون موجود في الجسم بكميات قليلة جدا مقارنة بالT4. وأيضا وجدوا إنه T3 الهاف لايف تبعته shorter than T4، بمعنى إنه فترة بقائه في الجسم أقل من T4. لكن وجدوا انه التي 3 له افينيتي عاليه، يعني جاذبيه قويه، انه يرتبط بالنيوكليير ريسبتور اكثر من التي 4. عشان هيك التي 4 لما بيدخل داخل الخليه لازم يتحول الى تي 3 عشان يرتبط بالريسبتور ويبدا الشغل. ايضا داخل الجسم زي ما حكينا انه تي 4 بيتحول الى ريفرس تي 3 و تي 4 تي 3 تي 3 هو الصوره النشطه، اما ريفرس تي 3 فهو الانكتيف 4. بالنسبة لعملية نقل هرمونات الغدة الدرقية كما ذكرنا سابقا أن هذه الهرمونات طالما تتكون من حلقة بنزين إنزال هي water insoluble، فبالتالي لابد أنها تنتقل عبر بروتين، إلا أنه الثيرويد هرمونز بتكون إذا ارتبطت ببروتين غالبية الثيرويد هرمونز بتكون inactive form، ترتبط مع 3 أنواع من البروتينات، 80% مع بروتين يسمى ثيروكسين بايندينج جلوبيولين، 10% من هرمونات الثيرويد جلاند ترتبط مع الثيروكسين بايندينج بري ألبومين، و10% مع البلازما ألبومين أو السيرم ألبومين. تمام؟ التي 4 له أفينيتي عالية جدا على الارتباط بالبروتينات أكثر من التي 3، لذلك بيفرز هرمونات الغدة الدرقية لمجرى الدم على هيئة تي 4، والتي 4 هو قوته أنه يرتبط بالبروتينات عالية جدا، هذا اللي بيخليه ينتقل على هيئة تي 4 إلى أن، لكن لما يصل إلى الأنسجة بيدخل على هيئة تي 4 وبيبدأ يتحول إلى تي 3، لأنه التي 3 أفينيتي له عالية جدا أنه يرتبط بالنيوكليير ريسبتور. لكن في كمية بسيطة جدا من التي 3 وبسيط وكمية بسيطة أيضا من التي 4 بتكون موجودة وتنتقل حرة في الجسم، بتكون حرة نشطة نسميه free active form، تتحرك في مجرى الدم حرة الحركة دون أن ترتبط بأي بروتينات، وهي الكمية هي عبارة عن من التي 3 عبارة عن 25% إلى 3% وأما التي 4 من 3% هاي الكمية هي اللي بتكون بنسميها free T4 و free T3، هاي هي بتكون موجودة بصورة الأكتيف، لكن غالبية هرمونات الغدة الدرقية تفرز على هيئة inactive لأنها بتكون مرتبطة بثلاث أنواع من البروتينات اللي ذكرناها سابقا. بالنسبة لآلية عمل هرمونات الغدة الدرقية حكينا أنها سابقا أنه هي ثيرويد هرمون تتكون من حلقة بنزين، وبالتالي فهي ليبوفيليك غير محبة للماء، معنى الحكي أنها لا تستطيع أن تتجانس مع البيئة المائية في الدم، لذلك لابد أن تنتقل عبر بروتين، فبالتالي
هاي البروتينات هي اللي بتنقل هرمونات الغدة الدرقية إلى الخلية المستهدفة، وبعد هيك تدخل إلى الخلية لأنه هي لايبوفيليك هرمونز، فبالتالي هاي الهرمونات بتكون مستقبلاتها داخل الخلية، إما موجودة في السيتوبلازم أو موجودة في النواة، لكن هرمونات الغدة الدرقية تحديدا مستقبلاتها موجودة في النواة. فنجد أنه التي فور لما ينتقل مرتبط مع بروتين كارير بينتقل إلى الخلايا المستهدفة على هيئة تي 4، ويبقى البروتين في الدم عشان يرتبط مع مولكيولز آخر من التي 4 داخل الخلية. التي 4 يتحول إلى تي 3 عن طريق أنه بيفقد ذرة يود، وبيبدأ التي 3 يرتبط مع بايندينج بروتين داخل الخلية بيساعد على أنه ينتقل إلى المستقبلات الموجودة داخل النواة، وبيبدأ بعد هيك يعمل تحفيز للجين اكسبريشن، وبتحول الدي ان اي الى مسنجر ار ان اي، يغادر مسنجر ار ان اي النواة الى السيتوبلازم، حيث الريبوزوم الموجود هناك بيعمل ترجمة للمسنجر ار ان اي الى بروتين، وبالتالي بيبدا الريسبونس لمين؟ للثايرويد هرمون. نتوقف عند عملية تكوين هرمونات الغدة الدرقية.